راح ينفذ هذه الكرة ركلة جزاء أمام علي الحوسني. الديوب في المرمى، جول لفارس الغربية. يريدون الثر، يريدون رد الدين. القناص قاتل الحراس. الديوب يسجل هدف الحادي والعشرين. الله على هدف مبكر يأتي لفارس الغربية عن طريق مفتاحهم، عن طريق قناصهم السنغالي مكيتي ديوب. أفرح المدرب الدكتور عبد الله مسفر، لكن هنا لمسة اليد، يبدو لي أن حكم المباراة فهد الكسار وفق من خلال احتساب ركلة جزاء لصالح فارس الغربية اللي نجح في وضع الكرة في مرمى الحارس. أو عن هدف الخامس والعشرين، تيغالي يضعها في المرمى. قول يا أصحاب السعادة، عادوا وسجلوا ويرفض الخسارة الوحدة اليوم. هنا فرحة الكابتن فهد مسعود وأيضا المدرب خوسيه بيسيرو. والوحدة نعم يريد الاستمرار في مسلسل الانتصارات. الوحدة لا زال يرسم أحلى صورة في الدور الثاني. على ركلة جزاء نفذها تيغالي بكل براعة على طريقة الكبار. تيغالي يسجل هدف الوحدة من ركلة جزاء. إذن 1-1 وعاد بفريقه. إذن جول يا أصحاب السعادة، قلبوا الطاولة ونجحوا في تسجيل الهدف الثاني. الآن النتيجة 2-1. الوحدة الآن يصبح متقدم والظفرة يتأخر. حسين فاضل اللاعب والمدافع الكويتي يحضر ويسجل لفريقه. والآن الوحدة هو من يتقدم، الوحدة من يبحث عن تكرار ما فعله في الدور الأول. رأسية توجع عشاق الظفرة، توجع الظفرة. هنا محاولة، هنا كرة، ممكن جول. الثالث يأتي، العنابي يسجل. الآن تقدموا بالثلاثة، 3 أهداف للوحدة على حساب الظفرة. نعم يريدون أن يستمروا في صحوتهم، ولكن الروح الرياضية غابت تماما من اللاعب تيغالي. يعني كان لاعب ساق على أرضية الملعب ولكن الكرة لم تبعد. عموما الآن الوحدة أصبح متقدم ب3 أهداف مقابل هدف. لاحظ هنا العرقلة، يعني اللقطة الماضية اللي أصيبها من خلالها مكيتي ديوب. هنا تمريرة من دياز، من دياز إلى اللاعب تيغالي اللي وضعها في المرمى محرزا الهدف الثالث لأصحاب السعادة. لكن حقيقة كنا نتمنى أن تبعد الكرة، لأن مكيتي ديوب كان ساقط على أرضية الملعب. الروح الرياضية لم تكن حاضرة من خلال اللقطة الماضية. إذن 3-1 أحبتي.